السلامة، مرحبا بكم. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد من فيديوهات الشيف نبيلة. دونك اليوم كنحضر ربي باش نعمل لكم باكيت فارسي، كنت بارطاجيتها معكم في القناة نتاعنا، حبيت نعاود نبارطاجيها معكم. دونك هوني عندي الباط نتاعي ديجا خامرة، حطيت فيها شوية كليل وزعتر، حطيت فيها عظمة، اللي عنده كريم فريش تنجم تحط فيها خميرة، شوية سكر وشوية ملح. هذه هي العجينة نتاعنا. دونك هوني عندي اسكالوب حضرته، حطيت له ملح فلفل اكحل، شويه كليل وزعتر، وقليته شويه. عندي لو ترونش نتاع الفرماج، نجم نستعملو اي نوعية فرماج. هوني عندي صوص الجي، صوص اي، وعندي شويه فريت وقرن فلفل باش نقصو دي ترونش باش نحطو الداخل. دونك هذا بالنسبه اول حاجه نبداو نحلو الباب نتاعنا، نحضروها. هلا هوني عندي شويه حليب ووصفة العظم، حطينا لهم شويه سيترون وحطينا الفور يخدم. حاجه نبداو نحلو البات نتاعنا، نحطو شويه فرينه هوني على البياز، نحطو العجينه نتاعنا. انا هوني خليتها ببري ترتاح حكاية سيارتين. دونك هوني حلينا الباط نتاعنا كيما نشوفو فيها، تحلت فريمون، تحلت فاسيل على الاخر. دونك نبداو توا بالفرس نتاعنا، ناخذ مغرفة اي نوعية مغرفة متفرقش. دونك نجو هوني في الوسط باش نبدا بالصوص الجي. دونك باش نحط شوية صوص الجي، تحبو صوص الجي ولا تحبو وصلنا هوني للصوص اي، نحطو الصوص اي هوني. فوالا باش نحطو لي ترونش نتاع الفرماج. فوالا بسم الله. اي نوعية فرماج تنجمو تحطو؟ فرماج رابيرا، مش متقيدوش بلي نحط فيه انا. باش نحطو الاسكالوب، بسم الله. تحبو تعملوها بالجمبون، انا المرة اللي فاتت كنت بارطاجيتها معاكم بالجمبون، هذي باش نعملها بالاسكالوب. باش نحطو الفريت، وناخدو هذا الفلفل باش نقصو دو ترونش صغار هكا. نقليو هالفلفل ولا نشويوه، نتوما شنو تحبو، اختياري، تحب تحط تحب ما تحطش. اللي قعدنا من الفرماج فوالا، نجيو هوني نجبدو البات. شوف كيف تتجبد معنا البات، باش نحاولو باش نغلفو بها، ما تخلفوش البات نتاعي راهي ما تتقطعش. فوالا نحاولو نسكرو لجنابي وتوما نجيو للديكور. دونك بالنسبة للديكور باش نعملو
دي تخيل هكا. اوكي نجمك تستعملو على البات البارتي هذي، ما انا مش باش نستعملها. نجيو نحشيو تحت البات من لوطا. نجبدو الماكسيموم ونحطو تحت البات. فوالا، معلش تشوفو بالضوء ولا ما تشوفوش، انا بعد نبارطاجيها معاكم متخافوش. هذا لون لابوسونس انفيرشت، وهذي رجعوها هكا. فوالا، نبقى مش ناخدو البلاطو نتاعنا باش نطيبو فيه. ديجا الفور نتاعنا كيما قلتلكم نحلوه، ناخدو البات بسم الله. اللي يحب يخليها تزيد ترتاح اكثر يخليها، واللي يحب يحطها ديريكت دونك باش يدهنوها بالعظم. voilà مي هذي اختياري، اللي حاب يحط عليها شويه سينوش من فوق. سينوج هو الحبه السوداء، تحطوا شويه مش برشا، ولا تحبوا تحطوا جلجل. هذه هي، ما بقينا كان مش نحطها في الفور، ونرجع لكم بعد ما تطيب. البنات رجعت لكم بعد ما طبت الباغيت فارسيي، حسيلو ما نحكي لكم مشاعر الريحه في الكوجينه الكل. توا باش نقص لكم باش نوريه لكم كيفاش طلعت من الداخل. انا مش نقصها على ثني، نجم نقصها دي ترونش بس حتى في ماكلتها. شوفوا كيفاش البات ماشي معنا بالحق. البات نتاعي ننصحكم تجربوها، راهي روعة روعة روعة. شوفوا هكا الفروماج، شوفوا هكا البنة. فوالا هذه هي الباغيت فاسي من تحت إيديات الشيف نبيلة. ننصحكم شوفوا البات كيفاش بالحق، بات مهروشة وبنينة، وننصحكم بالحق تجربوا الروسيت. باي باي، وإلى اللقاء في دبارات جديدة وصفات جديدة وقادمة مع الشيف نبيلة. باي باي.